روى الشيخ الكليني بالإسناد عن المفضل بن عمر قال: سمعت أبا عبد الله الصادق عليه السلام يقول: إياكم والتنويه، أما والله ليغيبن إمامكم سنينا من دهركم ولتمحصن حتى يقال مات قتل هلك بأي واد سلك، ولتدمعن عليه عيون المؤمنين، ولتكفأنك ما تكفئ السفن في أمواج البحر، فلا ينجو إلا من أخذ الله ميثاقا وكتب في قلبه الإيمان وأيده بروح منه، ولترفعن 12 راية مشتبهة لا يدرى أي من أي. قال: فبكيت ثم قلت: فكيف نصنع؟ قال: فنظر إلى شمس داخلة في الصفة فقال: يا أبا عبد الله، ترى هذه الشمس؟ قلت: نعم. فقال: والله لأمرنا أبين من هذه الشمس. وروى الشيخ الكليني أيضا بالإسناد عن محمد بن منصور الصيقل عن أبيه قال: كنت أنا والحارث بن المغيرة وجماعة من أصحابنا جلوسا، وأبو عبد الله الصادق عليه السلام يسمع كلامنا، فقال لنا: في أي شيء أنتم؟ هيهات هيهات، لا والله لا يكون ما تمدون إليه أعينكم حتى تغربلوا، لا والله لا يكون ما تمدون إليه أعينكم حتى تمحصوا، لا والله لا يكون ما تمدون إليه أعينكم حتى تميزوا، لا والله ما يكون ما تمدون إليه أعينكم إلا بعد إياس، لا والله لا يكون ما تمدون إليه أعينكم حتى يشقى من يشقى ويسعد من يسعد. المصدر: الكافي للشيخ الكليني، الجزء الأول، الصفحة 336 و370. وروى الشيخ الصدوق بالإسناد عن الإصبغ بن باتة قال: ذكر عند أمير المؤمنين عليه السلام القائم عليه السلام فقال: أما ليغيبن حتى يقول الجاهل: ما لله في آل محمد حاجة. المصدر: كمال الدين وتمام النعمة، للشيخ الصدوق، الجزء الأول، الصفحة 331.